انا اخوكم عبد الوهاب انسان عادي متواضع على قد الحال ديالي، يعني خرجت من الدراسه من الابتدائي، من بعد ما خرجت من المدرسه مشيت تعلمت الحرفه ديال الوالد ديالي اللي هي البلغه، يعني تخرجت وبقيت خدام فيها وعشت فيها يعني العمر ديالي كامل، كنخدم انا والوالد ديالي. ولكن يعني من بعد عاوتاني من بعد ما بقات غادي الامور هكا بدات كتتراجع هذيك الحرفه ديال التخرجات، كتتراجع عام على عام عام على عام، وخا رغم هكاك كنا صابرين الحمد لله. ولكن من بعد ما جات هاد كورونا هادي الله يرفع علينا هاد الوباء ويرفع على جميع المسلمين يا رب العالمين، يعني توقفت الخدمه بصفه نهائيه، يعني بقينا لا كنخدموا لا والو، بقينا جالسين هكذا في الدار. نتوما كتعرفوا يعني الزوجه ديالي اللي هي فاطمه الزهراء الله يذكرها بخير، يعني انسانه مسكينه مكافحه وانسانه صبوره، وكنبغي نشكرها بزاف من هذا المنبر هذا، وكنوجه لها التحيه ديالي. واش غادي نقول لكم، مسكينه يعني كتكابر كتخدم هذه الحرفه وتخدم هذه الحرفه وتخدم هكا، يعني ما خلات مسكينه ما خدمات. مؤخرا دارت هادشي ديال الخبياز وهادي، بديت انا جالس كنعاونها، يعني ما يمكنش تبقاي جالس كتعاونها، كتمشي تجيب هادي بحكم انت جالس، ولكن جالس ماشي لخاطرك راك يعني عندك ظروف علاش جالس. هي هذيك بقينا هكاك، داكشي ديال الخبيز هو عاوتاني شي شويش يعني كثروا الناس اللي كيديروا الخبز وهادي، نضنا فتحنا هاد القناه في اليوتيوب، يعني مع سميتو الام ديالي انا ام يوسف الفاسيه، حتى هي عندها قناه ديالها في اليوتيوب، وشجعتني قالت لي ولدي، مع كنا كنديروا معها شي فيديوهات وكنا لقينا اقبال من عند الناس، يعني الناس قبلونا وبغاونا، ونضنا فتحنا قناه ديالنا يعني الاسره الشعبيه واحد راكم كتعرفوها. وبقينا هكذا كنديروا فيديوهات انا والمراه ديالي، كنديروا خريجات كنديروا هادي، كنديروا هكا خبيز كنصوبوه كاملين. ولكن راكم عارفين اخوتي بقاو كيجيو انتقادات من عند الناس، ما راجلك جالس، ما راجلك ما ينوضش يخدم على راسو، ها كتافو كبارين، ها هادي، داكشي الله سبحانه وتعالى اللي كيعطي اي حاجه لكل واحد. وانا اخوتي راني ما جالس، راني ندير رساله اللي كنوجهها لكم، راني ما جالس، يعني راني كنخدم في اللي كتب الله، راه ما يمكن ليش نبقى جالس وانا عندي ثلاثه ديال البنيتات وعندي الموضوع منزال وعندي توابع ديالي وعندي بزاف المسائل. اللي عنده هاد المسائل هذا راه ما تيجلش، يعني فاش ما كان يخدم، غير انما ماشي انا البلاصه اللي مشيت نخدم فيها غادي نقول لكم يلا تشوفوها، ولكن ماشي مشكل. ولهذا بغيت نوجه انا هاد الرساله لخوتي المغاربه، باش يعني ما يبقاوش يحطوا داك الانتقادات ويبقاو يقولوا على الناس شي حوايج اللي ما تيشوفوهاش، يعني كل واحد الله يعاونه والله يسخر الجميع. حنا مبتدئين في الحياه وطموحين وما يمكنناش نجلسوا، احنا رحنا يا اما الا جلسنا يا ما لقيناش ما نديرو، اما احنا راه اي حاجه كنديروها نخدمو في البني، نخدمو في البيع والشراء، نخدمو في الخبيز، يعني اللي كتب الله نديروه.